عميد السيد نصر الله الأسبوع الماضي بكلمته كان عم بيقول شغلة كتير لافتة، إنه اليوم ما بقى نحن بدنا ننطر مفاجآت من نتنياهو، على نتنياهو أن يترقب المفاجآت منه. هيدي يمكن الكلمة اللي كانت هيك شكلت صحيح. واقع بكل كلمته للسيد، شو هي المفاجآت يلي بدو يترقبوها هلا اللبنانية قبل الإسرائيلية؟ شكله إذا قلت أنا المفاجآت كيف بتضل مفاجآت بتبطل؟ لا بس إنه حضرتك كخبير عسكري اليوم المفاجآت عن أي هي نوع من المفاجآت؟ المفاجآت سوف تكون بنوع الأسلحة التي مخبيتها المقاومة لازالت لحد هلا. نحن أنا صرت قايلها كذا، صواريخ جو هلا منقول، أنا صرت قايلها كذا مرة، إسرائيل بحرب غزة منذ 27 وحتى اليوم صارت مستعملة أكثر من 85% من قدراتها القتالية نوعا وليس كما، بعد في عندها النووي والكيميائي، بعد في شيء غير هيك؟ ما بقى في شيء، عم نحكي نوعا. صح. شو في أنواع بعد تستعملوا يعني؟ أضخم قنابل في العالم استعملتها إسرائيل، إن كان في لبنان وإن كان في غزة. بينما المقاومة في لبنان لم تستعمل حتى الآن أكثر من 20 إلى 25% من قدراتها القتالية كمان نوعا وليس كما، اللي فرجته لحد هلا 25%. بعد في أشياء كثيرة تقدر تفاجئ فيها. آخر المفاجآت كانت هذه الطائرة الانقضاضية التي تحمل صاروخين سام 5، واللي إسرائيل قالت عنها اسمها مرصاد، المقاومة ما قالت شو اسمها، إسرائيل قالت مرصاد. وبدي ألفت نظر الرأي العام انه سنه 2012 اسرائيل قالت انه استطاعت المقاومه، امبارح صرحت عنها، قالت انه المقاومه سنه 2012 ارسلت طائره مسيره عبر البحر المتوسط وفادت فوق غزه الى صحراء النقب الى فوق مفاعل ديمونه، واسقطته اسرائيل فوق مفاعل ديمونه وما كانت مزخره. نتذكر في تصريح مهم للسيد هيدي سينيال، هاي بس سينيال، عم نحكي نحن 2012، نحن اليوم 2000 يعني بعد 12 سنه، بعد 12 سنه. فاذا هذه الطائره التي استعملت مؤخرا واللي اسرائيل قالت عنها مرصاد، والطائره اللي قلت عنها تبع 2012 اسمها ايوب، اسرائيل قالت هيك مش المقاومه. وعندما اظهرت المقاومه ان لديها مضاد للطائرات يستطيع ان يسقط اهداف جويه على ارتفاع 10000 قدم، عفوا 30000 قدم، 9000 متر، يعني المقاومه لديها أسلحة مضادة للطائرات تستطيع أن تسقط الـ F-35 والـ F-16 والـ F-15 مقاتلات. وقت المقاومة قدرت ضربت كل منظومة القيادة والسيطرة الجوية في الشمال، موضوع العواميد اللي تمسخرت عليه الناس من أول الحرب، وأن يتمهزقوا ويتمسخروا ويستهزئوا أنه المقاومة عم تستهدف العواميد ومعركة ذات العمود. عندما قامت المقاومة بقصف 90% من هذه العواميد وتجهيزاتها وقاعدة ميرون أكثر من 7 مرات والمنطادين اللي نزلتهم، صارت إسرائيل فاقدة للسيطرة الجوية في الجبل الشمالية، مما أتاح للمقاومة أن عم تقدر تفوت طائرات تجسسية وطائرات انقضاضية، وما عم تقدر القبة الحديدية تتفعل ولا أنه تطلق صفارات الإنذار حتى. هيدي حسنات والهدف الاستراتيجي الذي قامت به ودأبت عليه المقاومة منذ بداية الحرب 28 حتى اليوم باستهداف هذه العواميد اللي في كاميرات، حق الكاميرا $1.5 مليون على هذه العواميد، فيها أجهزة تنصت وأجهزة مراقبة ورادارات تشويش عم نشتكي منها لحد هلأ. نحن في الطيران المدني عم يشتكي إنه جي بي أس معطل، مش هيك؟ كل هيدي لأنه مربوطة بقاعدة ميرون مع هاي العواميد مع المنطادين اللي نزلوهم. فإذا لما ضربتها منظومة القيادة والسيطرة الجوية في الجبهة الشمالية لإسرائيل، بلشت المقاومة تقدر تفوت طائرات تجسسية وعم تجيب معلومات دقيقة بشكل. هأعطي مثل، وقت المقاومة ضربت بطائرة انقضاضية مكان منامة العسكريين في قاعدة بيت هلل، مبنى اللي بيناموا في العسكريين، وفجرا ضربته فجرا. ليه ما ضربت المبنى ما بعرف تبع شو، لأنه عارف بهذا المبنى بينام العسكر، وبهالمبنى في الضابط، في قائد الكتيبة، وهون في قائد اللواء، وهون بيجتمعوا الضباط. من وين جبت هالمعلومات؟ بالطائرات التجسسيه اللي عم تبعتها وعم تستعمل تكتيك المقاومه، صار معروف عند الاسرائيلي ومش عم تقدر تتفاديه، وهي انه بتبعت طائرات تبع الاعراس، تبع الدكتور اللي حكي عنهم، درونز تبع الاعراس، هودي بيبعتوهم وبخيالهم بيبعتوا هذه الطائرات. طيب، وبخيانه بيعطوا الطائرات التجسسية أو الطائرات الانقضاضية. هذا عمل يعني طريقة مركبة ومعقدة بشكل أنه بيلهوهن إلهاء بهذه الطائرات وبيفوتوا بخيالهم طائرات
تجسسية أو طائرات انقضاضية. مشان هيك المقاومة عم تقدر تجيب معلومات دقيقة عن العدو حتى في الأماكن البعيدة والغير منظورة. مشان هيك المقاومة حطت شريط فيديو وتأصلت على قناة الجزيرة قديش عم تقدر تصور وقديه هي قريبة من العدو الإسرائيلي وكيف عم يتحرك، لدرجة أنه الدبابة هي طالعة من مركزها وحتى لو ورا تلة عم تستهدفها. أي آلية عم تتحرك عم تستهدفها. وقت ضربت عرب العرامشة، عرب العرامشة كان مركز مستحدث، ما كان صار له فترة بسيطة واستهدفته المقاومة. عرب العرامشة بمنطقة ما فيها يهود، منطقة هذه منطقة عرب، قدرت المقاومة بواسطة طائرات التجسس تبعها أنها تقدر تعرف أنه هون عم بيتجمعوا وضربته، وضربته بطريقة كمان هجوم مركب ما بين طائرات انقضاضية وصواريخ ذكية. يومتها راح بحدود 18 عسكري ما بين قتيل وجريح. هلأ شوفي أنت وقت اللي ضربوا منطاد طبرية 32 كيلومتر بعده عمقه عن الحدود اللبنانية، وقت ضربت هذا المنطاد رجعت بعتت طائرة تجسسية صورت المنطاد هو مفلوش على الأرض. شوف التكتيك عند المقاومة عندما ضربت المنطاد اللي مقابل رماش وإجا غط عنها. أول شيء درست اتجاه الهواء لحتى بس تشلوا الكابلات تبعه يجي لعنا يتفشوا الهواء لعنا. هذه أول، شوف كيف التكتيك تبعهم. ثانيا ضربت أول شيء غرفة التحكم لحتى لو ضرب الكابلات بالأول وجاي صوبنا غرفة التحكم تقدر بطريقة أو بأخرى تمحي كل المعلومات اللي بالمنطاد. هي ضربوا غرفة التحكم، ضربوا العناصر، هي المشهد اللي العنصر كيف اجته، بعدين ضربوا الكابلات لحتى فلت المنطاد واجه باتجاه لبنان، وقدرت المقاومة تسيطر على التجهيزات اللي مركبة على هذا المنطاد. منطاد طبرية يعتبر من أكبر مناطيد العالم ومن أهم مناطيد التجسسية في العالم. كل هذه المنظومة، مناطيد على قاعدة ميرون على العواميد، أصبحت إسرائيل عمياء في الجبهة الشمالية. ضيفي عليها أسلحة مضاد للطائرات، إسرائيل تعتمد في كل حروبها على السلاح الجو. مشاك؟ يعني لنفترض بكرة لا سمح الله في حرب بينه وبين إسرائيل، سوف تبدأ بسلاح الجو. ما قامت به المقاومة هو مسطرة بسيطة ماذا تملك من مفاجآت جوية. يعني عطلت كل إمكانية شن هجوم جوي على لبنان. ما بده يكون، ما حيكون نزهة كما كان سابقا. تقدر تعمله بس مش سهل عليك. منا سهل أبدا، وحتى تفاجأ حتى تفاجأ. هلأ المفاجآت الأخرى، استعمل مرة الحاج محمد رعد أنه في حال فتحت حرب معنا سوف نخفي نور الشمس. يعني هلأ هو هذا شعر، بس ماذا يعني ذلك؟ يعني سوف تكون كمية الصواريخ المنطلقة من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل سوف تكون مهولة بشكل سوف يتفاجأ، وخاصة في الساعات الأولى. وبعدين لما بتفرجي المقاومة أنه هي عم تراقب كل مراكز استراتيجية تبع العدو، لحظة تتجنب المقاومة حتى اليوم أن تستهدف مدنيين، تستهدف مراكز استراتيجية ومؤلمة وعم تروح عسكر. البيوت المدمرة كلها بالمستعمرات المقابلنا مش بيوت مدنيين، هيدي بيوت تركها المدنيين وقاعدين فيها عسكر وعم بيروح فيها قتل عسكريين. ومش هناك إسرائيل ما عم تعترف بخسائرها. يعني دائما نحكي عنا انه صاروا 300 شهيد للمقاومه وتدمرت نص البيوت بجنوب، بس انتم عارفين على الثاني ميلي شو فيه؟ عم تصرح اسرائيل شو فيه؟ يعني امبارح صورت امبارح المقاومه دبابه ضربت، دبابه بتساع 5 عسكريه، كم دبابه صارت تروح على المقاومه؟ كم مبنى صارت قصفته المقاومه بقلبه عسكر؟ ما عم تعلن عنه اسرائيل. طب ما امبارح حماس امبارح اسرت عم تقولوا 16، مش معترفه ولا بواحد. هلا المقاومه مفروض صار عندها ليحة طويلة بالأهداف. هلأ أنا بعتقد المقاومة بتعمل تعداد على جيش ما الصغير. هذا اللي بدي أقول لك. تعداد مرتقب منه. مزري وضعهم الحقيقة. زيد على هيك عميد، سجل شغلة يمكن كتير من اللبنانيين بعد ما بيعرفوا، أنه من سنة 73 صار في إغارة من طيارة انطلقت من لبنان لأول مرة. وهي التانية تبع طيارة انقضاضية. يعني والطيارة الانقضاضية شو وضعها هذا؟ يعني لما بتقولي فيها صاروخين، يعني ثلاث أهداف، يعني صاروخ على هدف وصاروخ تاني على هدف، وهي الطيارة بحد ذاتها هدف، يعني ثلاث أهداف بنفس الطيارة. هلأ هن من بعد ما صاروا هول بطل في تعبير الحرب الشاملة على لبنان من الجانب الإسرائيلي، بس بيقولوا أنه سنعيد ترتيب الوضع. فإذا نحن حكينا عن مفاجأتين، الجو وحكينا عن تجسس حكينا عن الجو بكل فروعه، تجسس وسيطرة جوية، حكينا عن كمية الصواريخ التي سوف تطلق في الساعات الأولى. وبعد شغلة، في حال قررت إسرائيل تعمل عمل عسكري باتجاه لبنان سوف تكون مقاومة خلف خطوط العدو. هيدا بحال هجوم البري؟ نعم، خلف خطوط العدو. المقاومة بعدها قدام خطوط العدو هلأ؟ خلف. عرفت هلأ؟ من ورا بقى تجيهم من ورا يعني. هيدا قصدي، هلأ بعدهم بحدود لبنان ولا ما بنعرف؟ ما بنعرف، بعدين مين قال إنه قوة الرضوان بس يعني؟
في قوات أخرى غير كمان غيرها. المعروفة قوة الرضوان. معروفة إيه معروفة. قصدي هي المعروفة. يعني قوة الرضوان لحد هلا ما شاركت. هودي اللي عم يشاركوا حاليا هلا بالحرب بالجنوب هودي اسمهم سلاح المضاد للدروع وسلاح الجوي. بس عميد اللي حضرتك عم تقوله شيء كتير خطير. شو؟ معنى إنه حزب الله قادر يفوت يكزدر بالجليل ويطلع وما حدا يحس عليه. مين هلا؟ أصلا الإسرائيلي معه خبر. عم بيكزدروا. هلا أنا بقول أنا اللي بقوله المفاجآت هي إنه في حال إسرائيل قررت تعمل عمل عسكري باتجاه باتجاه جنوب لبنان سوف تكون عناصر المقاومة خلف خطوطه. أوكي. على أي أساس بده يرجع أموس هوكستين؟ ما بعرف إذا بده يرجع. ما أنا ما أنا اللي شايفه ما حيجي، وخاصة آخر تصريح قاله يعني فاجأني فيه، فاجأ الكل فيه مش إنه فاجأني، بس أنا فاجأني خاصة لأنه وقت بيقول إنه بدنا نعتبر خط الأزرق خط حدود. صحيح. معناتها نسف الدنيا وهذا شيء خطير، ورجع هلا من بعدها طلع تصريح إنه هذا زلة لسان، يعني معرفتي الشخصية بهالشخص هذا ما عنده زلة لسان. بس إذا فعلا في حدا عم يمكن وقت اللي كان عم يعمل التصريح كان في معطيات بين إيديهم إنه في إمكانية يعملوا الحدود على الخط الأزرق. هو وقت اللي إجا بإياب الماضي قبل 27 إجا لحتى يحل مشاكل الحدود البرية بطريقة إيجابية، لح يعطونا 13 نقطة المتنازع عليها و18 خرق دائم، وقال حرفيا نح إسرائيل مستعدة للتحدث بمزارع شبعة. كيف طارت مزارع شبع عميد من هالاستعداد؟ يعني صار لنا هيدا اللي حمله أموس هوكستين بآب، فجأة صار كل الطروحات اللي عم يجي فيها الموفد الرئاسي الأمريكي تبحث بكل النقاط البرية، ولكن مزارع شبع خارج البحث وربطوها بال 242 الجولين قانون من الكنيسة، هودي كلهم معروفين، بس ليش قبل كان في استعداد فجأة طار هذا الاستعداد؟ ليش قبل ما فيني نقول ليش، لانه هذه اسرار المفاوضات. بس انا بقول لك وقت اللي اجى بآب الماضي اجى قال نح اسرائيل، يعني خبريه 13 نقطه صارت محلوله تقريبا لانه في سبعه متفق عليهم بعد في ست نقاط، النقاط 18 اللي فيهم خرق دائم كمان اسرائيل مستعده تحلهم وتنسحب حتى من الجزء الشمالي من قريه الغجر، وقال مستعدين انه يحكوا بالبيوان وبمزارع شبع، مستعدين يحكوا. اوكي. لما بيقول هيك معناتها في شيء بوزيتيف. هلا نجي نقول انه شيلها من راسه هلا بهالفتره، انا عم بحكي لمصلحتهم هلا بغلطوا مغلطين انه ما يحكوا بالمزارع شبع. انت عم تترك بايد حزب الله، انا عم فكر مثلهم هلا ورقه سلاحه هلا شو بدك ورقه سلاحه الموضوع اخر هذا، بس انا عم بقول عم تعطي عذر لحزب الله. بدي افترض صار حادثه ما، بيقدر حزب الله حتى لو بكره صار في وقف للحرب ورجع 17-01 يستطيع حزب الله يستهدف بمزارع شبعة دون خرق 17-01. ما هيدا قصدي. ورقة سلاحه أول شيء مش ما بتقدر تطرح عليه فقط استراتيجية موضوع آخر. دفاعية وما بتطرح عليه يوقف أعمال ورقة عسكرية. ورقة سلاح بدنا ننساها كليا. شو بدنا ننساها؟ مثل ما عمل لك هلا ما بدي اقتنع استراتيجية دفاعية جيش موضوع آخر. موضوع آخر خلي يصير في استراتيجية دفاعية وموضوع آخر.